للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وأبناء تعز يقفون مع الأقصى والشعب الفلسطيني منددين بالإرهاب الصهيوني والقصف الإرهابي بالطائرات للأحياء المكتظة بمدينة غزة، هاتفين للأقصى وللمقاومة الفلسطينية التي تواجه صلف وإرهاب اليهود. بالروح بالدم نفديك يا أقصى. إن كل الشعوب الحرة وفي المقدمة الشعوب العربية والإسلامية ستظل متمسكة بقضية فلسطين في روحها وضميرها كجزء من وجود وهوية وكرامة الأمة، ولن يستطيع أحد أن يفصل الشعوب عن ضميرها وأن ينزع فلسطين من ضمير الشعوب التي تنتظر اليوم إلى فلسطين والأقصى وغزة كرافعة كرامة الأمة وبوابة تحرير فلسطين ونهضة كل الشعوب المرتبطة بفلسطين كتاريخ وهوية ووجود. اثنين، لا أحد بمقدوره التنازل عن قضية فلسطين، ولا من حق أحدنا التنازل أو المساومة بحقوق الشعب الفلسطيني. وفي المقدمة، القدس عاصمة أبدية لفلسطين ودولة فلسطينية حرة مستقلة كاملة الأركان، عاصمتها القدس. ما يحدث في فلسطين ليس بعيدا عما يحدث في اليمن، فالطرفان اليهودي والحوثي يقتحمون المساجد ويقتلون المصلين ويحاصرون المدن ويستخدمون الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين العزل ويمنعون دخول الغذاء والدواء إلى المحافظات المزدحمة بالسكان.